الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أزوركم هذه الزيارة في الله، وأسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا أجرا نافعا لنا يوم نلقاه. ونحن في ليلة السبت، ليلة الخامس، ليلة السادس من جماد الأولى لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر الأول لعام 19 و2000. هذه الكلمة كما رغب أحد الأخوة أن تكون بعنوان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن كتاب الله عز وجل، وهذا كتاب عظيم وكتاب كريم وكتاب ذو ذكر وكتاب حفيظ، وهو كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وكتاب يدعو للتي هي أقوم، بالتي هي أحسن. وكتاب هدى ونور وشفاء لما في الصدور. هو كلام رب العالمين، وكلامه صفته، والله عز وجل ليس كمثله شيء. كما أن ذاته، كما أنه جل وعلا بذاته ليس كالذوات، فكذلك هو جل وعلا في صفاته ليس كالصفات. فلذلك كلام الله عز وجل متعبد بتلاوته. وأعظم ما يتصور العبد من قراءته لكلام أن يقرأ كلام الله عز وجل. تصور ربنا جل وعلا أنزل هذا القرآن يخاطبنا به، فينادينا تارة بيا أيها الناس، وتارة بيا أيها الذين آدم، يا أيها الذين آمنوا، وتارة بيا بني آدم. تارة يقول يا أيها الناس، وتارة يقول يا أيها الذين آمنوا، وتارة يقول يا بني آدم. نداء من الله عز وجل ينادي عباده، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. فإذا قالك يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا الكلام كلام الله عز وجل، من تعلمه أن تقرأه. قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسنة، والحسنة عشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. العبادة تكون بالقلب واللسان والبدن والأموال. يقال عنها عبادة قلبية وعبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة قولية. والعبادات القولية أعظمها أجرا وأشرفها قدرا هو قراءة كتاب الله عز وجل. أن تتعبد الله بماذا؟ بقراءة القرآن، بذكر الله، بالاستغفار، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالنصيحة، بالكلمة الحسنة، بالدعاء. هذه كلها عبادات ماذا؟ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عبادات قولية، تعبد الله باللسان. أجلها وأعظمها أجرا وأكبرها قدرا هو أن تقرأ كتاب الله عز وجل. قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك هذا القرآن لا تنقضي عجائبه. لو قرأت أي قصة أو قصيدة أو حكاية أو نحو ذلك وكررتها لسئمتها وسئمها السامعون. لكن راجع نفسك، كم مرة قرأت الفاتحة وكم مرة سمعتها في حياتك؟ هذا ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ومع ذلك لا يمكن لمسلم أن يسأم قراءة سورة الفاتحة. كم مرة سمعت أنت؟ وكم مرة قرأتها؟ وكم مرة كررتها؟ لو بقيت وتكرر قل هو الله أحد من الآن ونحن في المساء إلى الصباح ما سئمت منها. نعم تتعب، ولكن تسأم منها؟ لا، لأنه كلام الله عز وجل، وكلام الملوك ملوك الكلام، فكيف بكلام الله جل تبارك تعالى الملك المالك لكل شيء. فكلام الله تبارك وتعالى لا تكله، يعني لا تستثقله الآذان
ولا تشبع منه النفوس الطيبة. فلذلك لو راجع أحدنا نفسه، غالبا عموم جمهور المسلمين تجد عندهم تقصيرا كبيرا في قراءة كتاب الله عز وجل، فضلا عن الحفظ منه، فضلا عن ترتيله آناء الليل وأطراف النهار. التقيت بشاب أجنبي من روسيا قد بلغ من العمر 29 سنة. يقول: قيل لي أنت لا تصلح لطلب العلم. قلت: لماذا؟ قال: الآن بلغت 29 سنة وما زلت لا تعرف العربية. يعني متى سيتعلم عربي حتى يعرف مخارج الحروف، حتى يعرف ينطق الكلام، حتى يقرأ القرآن؟ تصور هذا، نحن قطعنا هذا الشوط كله، نحن نتكلم العربية وبسهولة نستطيع أن نقرأ القرآن، لكن نحن فرطنا كثيرا، نحن فرطنا كثيرا. فالقرآن في الحقيقة أجل القربات يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. تصور الحرف بعشر حسنات، وبعض السور لها من الفضل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة قل هو الله أحد، فإنها تعدل ثلث القرآن، ومن قرأ 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية قصرا في الجنة. وقل هو الله، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وقل أعوذ فلا قل أعوذ بالناس ما أنزل الله مثلهما في التوراة ولا في الإنجيل. أما الفاتحة فأعظم ما أنزل الله عز وجل من كلامه على بشر سورة الفاتحة. قال جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وهي من القرآن العظيم. فالسبع المثاني 7 آيات تثنى وتتكرر، وهي الفاتحة، هي من القرآن العظيم، لكن ذكر أفرد الله بالذكر لفضلها، فقال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فهي أعظم سورة في القرآن، وآية أعظم آية في القرآن آية الكرسي، يحفظها الصغار والكبار. فما أعظم هذا الفضل الذي تقرب به العبد المسلم إلى الله تبارك وتعالى. فيحتاج أحدنا أن يقف مع نفسه وقفة جادة ليرى وينظر في حاله، هل هو ممن يقرأ القرآن في كل يوم في كل ليلة؟ هل لك ورد من القرآن؟ ما هو نصيبك من حفظ القرآن؟ ما هي قدرتك على تجويد القرآن؟ هل تتدبر القرآن؟ والله جل وعلا إنما أنزله ليتدبر، فقال جل ليتدبر، فقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وتذكروا الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتعلم القرآن وتعلمه من أجل القربات، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه ليس المراد أو ليس قاصرا على أن تجوده وتكون إيش مدرس التجويد وتعلم الإخفاء والمدود والإدغام والترقيق والتفخيم، هذا جزء من تعلم القرآن وتعليمه، بل هناك ما هو أعظم من ذلك، أن تتعلم ما فيه من العقائد، أن تتعلم ما فيه من الأحكام، أن تتعلم ما فيه من الحلال والحرام، أن تتعلم ما فيه من قصص الأنبياء، العبر، المواعظ. كلام الله عز وجل هو تعريف بالله تبارك وتعالى، أنزل الله عز وجل كتابه حتى يعرف عباده بنفسه. جل القرآن تعريف بالله عز وجل، تعرف هذا يا عبد الله ولا لا؟ إنما خلقت لكي تعرف الله عز وجل، خلقك الله عز وجل لتعبده وحده لا شريك له، وخلقك لتعرفه. فقال جل وعلا: خلق السماوات، الله الذي، قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال جل وعلا: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فالله عز وجل إنما أنزل كتابه ليعرف الناس العباد بنفسه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البار المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات الأرض، وهو العزيز الحكيم. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لما أنزل الله عز وجل آية الكرسي وجعلها الله عز وجل أعظم آية في كتابه، ما السر في ذلك؟ لأنها أخبار عن الله،
حتى صدره الله عز بقوله الله. وهذا لفظ الجلالة في بداية الجملة الاسمية يسمى ماذا؟ مبتدأ، يسمى مبتدأ. الاسم إذا بدأت به الجملة الاسمية يسمى مبتدأ، ثم ما يخبر به عن المبتدأ يسمى خبر، فيقال مبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ فهو إخبار عنه. كما لو قيل الله ربنا، الله أخبرت عنه بأنه ربنا. لو نظرت وتدبرت آية الكرسي تجد أخبار متتالية قرابة 15 خبرا كلها عن الله عز وجل. فقال الله، من هو الله؟ يخبر عن نفسه، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كل أخبار عن الله عز وجل. وهكذا لو تدبرت كتاب الله وقرأت كتاب الله عز وجل لوجدت أن الله عز وجل إما أن يسمي به نفسه أو يذكر صفاته أو يذكر أمره أو يذكر نهيه أو ماذا أعد لمن أطاعه أو ماذا أعد لمن عصاه أو كيف فعل بأوليائه ونجاهم وأكرمهم أو كيف فعل بأعدائه وخسف بهم وأغرقهم وأهلكهم، أو أنه جل وعلا يأمر بالأوامر ليمتثل الأمر فيكرم عباده، أو أنه يذكر النواهي ليجتنب النهي فيكرم عباده. وهكذا القرآن قصص من أطاع الله وقصص من عصى الله عز وجل. وكل كتاب الله عز وجل تجده تعريف في الله عز وجل، عنه، عن أسماءه، عن صفاته، عما يجب له، عما يرضيه، عما يسخطه، عماذا أعد لمن أطاعه، عماذا أعد لمن عصاه، كيف فعل من أطاعه ونجاه، كيف فعل بمن عصاه وأهلكه. كل كلام الله عن الله سبحانه وتعالى. فما ظنكم بهذا الكتاب؟ ما ظنكم بهذا الكتاب وهو حديث عن الله، وهو ذكر صفات الله عز وجل، وهو تعريف بالله سبحانه وتعالى. إذن خلقنا لنعبد الله، وعبادة الله عز إنما تتحقق وتقوى بمعرفتك لله عز وجل. بقدر ما تعرف الله عز وجل تعبد الله. ولذلك لما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما معنى إلا ليعبدون؟ إلا ليوحدون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وفسرت الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. ولو تأملت ليس بين التفسيرين تضاد، فمن عرف الله عز وجل عبد الله، ومن جهل الله أشرك بالله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لجهلهم بالله عز وجل دعوا رسول الله أن يعبد غير الله عز وجل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكتاب الله عز وجل إنما جاء ليدعو عباد الله حتى يعرفوا الله، حتى يوحدوا الله، حتى يخلص له الدين. من أجل هذا خلقنا الله. فقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كن مع كتاب الله عز وجل في دعوتك إلى الله. وأنت تدعو إلى الله عز وجل، الناس اليوم يدعون دعاة شتى، لكن أكرمهم عند الله عز وجل وأقربه من الله جل وعلا، ومن كان على الصراط المستقيم هو الذي يدعو بكتاب الله. قال جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن، به بالقرآن. وقال جل وعلا وذكر بالقرآن، ذكر إيش؟ بالقرآن. من يخاف وعيد، يعني بعض الناس قد يكثر من الشعر، يكثر من القصص، يكثر من النوادر، يكثر من السياسة، يكثر من السب، اللعن، التشهير، غيره. لكن أهدى الناس سبيلا من يدعو الناس بكتاب الله وإلى كتاب الله تبارك وتعالى. حتى لو أردت أن تقول القصص فخذ من قصص القرآن، فإن الله عز وجل يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. القصص كما تعلمون فيه زيادات، فيه نقص، فيه بالمعنى، فيه شوية بهورات، لكن الله عز وجل يقول عن القرآن أحسن القصص. ما فيه كذب، ما فيه زور، ما فيه ظلم، ما فيه غيبة، ما فيه تزوير، ما فيه زيادة، ما فيه نقصان. أحسن القصص قصص كلام الله تبارك وتعالى. ماذا تنقضي الأعمار ولا تنتهي كنوز القرآن؟
بس توجه لقراءة القرآن، اجعل لك وردا، احفظ من كتاب الله عز وجل. يا عبد الله انوي أن تحفظ كتاب الله كاملا، انوي يا أخي. يعني هل النية هذا الشيء يثقل ظهرك، ثقيل حامل على راسك وعلى ظهرك؟ خلي عندك نية، خليني انوي أريد أن أحفظ كتاب الله، إن تمكنت وحفظت فبها ونعمت، وإن لم تحفظ أخذت أجرا على نيتك، والنية ما هو شيء ثقيل تحمل على ظهرك. وأنا أعرف شخص أخبرني أخوه عنه، قال قرر أن يحفظ كتاب الله عز وجل في كل سنة جزءا واحدا، يعني يحتاج إلى كم؟ إلى 30 سنة. يعني لو أحد الآن فكر 30 سنة، شوف القصص اللي فلان حفظوا 6 شهور اللي 4 شهور واللي بسنة واللي كذا واللي تغر 30 سنة. الرجل قال أنا هذا قدرتي، وأنا مدرس وصار ناظر ومش عارف إيش، وعندي بيت وعندي عيال، أبحفظ ها كل سنة، مو كل شهر، كل سنة جزء. تدري إيش اللي حصل معي إخوان؟ مد الله بعمره وكمل 30 سنة، فحفظ القرآن ب30 سنة. كمل، لو توفاه الله عز وجل خلال 30 وهو ناوي يحفظه ب30 سنة، يكتب الله له الأجر ولا لا؟ هذا ما قال الله وقال رسوله. فأنت ما الذي يعجزك أن تنوي خيرا؟ انوي خيرا، حتى لو لم تكثر من قدر الحفظ فهذا أسلم وأجود في الحفظ. احفظ يا أخي في اليوم 3 آيات، آية واحدة، مشغول عقلك متعطل ما تعرف تحفظ لسانك ثقيل، آية واحدة. تدري ايش معنى لما تحفظ آية واحدة؟ يعني في الشهر 30 آية، يعني ممكن في شهر واحد تحفظ سورة تبارك. اسأل نفسك كم شهر مضى عليك وانت لم تحفظ ايش؟ سورة مثل سورة تبارك ولا لا؟ أليس كذلك؟ كثير منا يمكن ربما استقام منذ سنوات، ها؟ لو حفظ كل يوم آية، بعض المرات تصير له ظروف، مرات مريض، مرات مسافر، مرات ما يقدر، يعني لو حفظ كل أسبوع 5 آيات لخرج بالشهر كم؟ 20 آية. لكن نحن نفرط كثيرا ونستصعب الأمر وهو يسير، حتى قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يحفظه الصغار والكبار والنساء والصبيان والبنات. العجب العجاب، في بعض الناس معاق لا يجيد الكلام إلا إذا قال القرآن طلق. هذا رأيناه وقد رأيتم اليوم فيه أشياء مسجلة، والله بعض الناس ما يقدر يتكلم، لكن إذا استعاذ بالله وقال القرآن انطلق، والله هذا موجود. وبعضهم فيه إعاقة ما يفهم، لكن إذا تكلم القرآن، وبعضهم أصابوا خرف ما يعرف حتى أولاده، لكن إذا قرأ القرآن انطلق. وبعضهم فيه غيبوبة ويقرأ من القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا، الجن إيش قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا، كلام الله عز وجل. فأنت يا عبد الله عظم كلام الله عز وجل، انوي. إيش رأيكم ننوي؟ إيش رأيكم يا أخوان ننوي خيرا أننا نتوجه إلى حفظ كتاب الله عز وجل، نحفظ منه ما تيسر، وكلما قللت أفضل. وقد قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال بعموم، بالعموم ماذا قال؟ قال أحب العمل الله أدومه وإن قل. لأن تحفظ باليوم آية أحسن ما تضغط على نفسك تحفظ لك وجه وجهين، ها، ثم يطير مع يعني مهب الريح. وهذا يحصل، بعض الناس قال والله رحلة 15 يوم ولا 20 يوم ولا 45 يوم وترجع حافظ القرآن. وجمعون بعض الشباب وفلوس واشتراك وروحوا لك المدينة وراجعين 45 يوم، يعني اعتكافها على ما قال واحد من حفظ كتاب الله ويعرف كتاب الله والمتشابه فيه، قال هذا برجعتهم بالطيارة ناسينا، برجعتهم بالطيارة ناسينا. لا، مو هكذا. القرآن ركز عليه وعظمه واقرأه وتقرب إلى الله بهذه العبادة، اجعله منهج لحياتك. لماذا لا تقرأ كل يوم؟ إيش المانع؟ اليوم يا أخوان يعني قد هيأ الله لنا ما لم يسبق مثل هذا الوضع نحن فيه. تدرون في بعض في عصور مضت ما في مصحف ناس تقرأ فيه. اليوم أنا أجزم أن المصاحف في البيوت أكثر من عدد أفراد الأسرة،
والمصاحف المساجد أكثر من عدد المصلين، ها؟ أليس كذلك؟ والمصاحف الأجهزة، وكل واحد عنده جهاز، وفي برامج تعيد الآية 200 مرة 300. يعني حتى لو كنت أنت قدر الله عليك ذاتك ضعيفة، حط ولا هالآية هذه عطها تكرار، في تكرار اسمه بلا عدد، يعني خليه ما دام الهاتف فيه شحن يقرأ، تخلص لك آية. بعض الناس عنده دوام بعيد، بعض الناس يقول ما في دوام، بصم اطلع، لا بصم اقعد اقرأ احفظ. في واحد أحد الحفظة وضعوه في مكان ما في شغل، قال ليش اطلع أنا، هنحلل معاشي، قعد وفتح المصحف أخذ يقرأ، ختم كتاب الله كاملا. ما تستطيع تحفظ يا أخي، اقرأ عن نظر، رتل، تعلم، لا تستصعب. قلت لكم نحن قطعنا شوطا، نعرف العربية، غيرنا ما يعرف، وكثير من غير العرب يقرأ القرآن كاملا ولا يفهم منه شيئا. في اندونيسيا، في باكستان، في بنغلاديش، يدخلون ايش مسابقات دولية وما يدري ايش يقرأ، ومع ذلك يرتلون ترتيلا. فنحن مقصرون في حقوق أنفسنا حقيقة يعني. فأنا أوصي نفسي المقصر أولا، ثم أوصيكم الاجتهاد. والله يا أخوان اليوم نحن ننظر في الواتساب وفي الرسائل وفي كذا أضعاف 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 ما ننظر في كتاب الله عز وجل. ولو أن أحدنا نظر في كتاب الله معشار ما ينظر فيه في الواتساب والرسائل وكذا، لا قطع شوطا كبيرا من كتاب الله عز وجل. هذا ما أحببت أذكر به نفسي وإياكم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وياك الله سلامك. وياك الله سلامك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله ميزانك إن شاء الله. الله ما ميزانك. تفضل. ما أدري والله هو كان صحيح ولا لا، لأن حافظ كتاب الله عز وجل لا يأكل جسده الدود. ما أدري هل الأثر هذا صحيح؟ حافظ القرآن لا يأكل جسده الدود؟ ما أعرف هذا الشيء. لا أعلم. لكن القرآن يشفع لك يوم القيامة حتى لا تأكلك النار، ها؟ أقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. الله أكبر. في عنده حد يسأل شباب بالدور ناخذ أساس نختم بدون دور، اللي حب يسأل يتفضل. ولا في ميزة في القبر بعد في الدفن في القبر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقدم أكثرهم قرآنا، وقد أرسل عمر الخطاب سرية وأمر عليهم مولى من الموالي، فتكلم بعضهم قال يعني في من هو أولى من هذا مولى. فلما بلغ ذاك عمر قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وإنه أقرأهم لكتاب الله. يعني كتاب الله رفع قدر هذا هذا الإنسان. فكتاب الله عز وجل سبحان الله، حتى كثير من يحفظ القرآن يقوى ذكاؤه وتقوى ذاكرته. وعلى كل حال يا أخوان، كما تعرفون إنسان إذا تمرن تقوى عضلته ولا لا، كذاك اللي يحفظ القرآن تقوى ذاكرته. يمكن في البداية باليوم باليومين يلا تحفظ شيء يسير، لكن إذا قطعت شوط صار سهل، وصار عندك ملكة، وصارت في آيات متتكرر، والفرق بينها شيء يسير. تشوف نفسك كله ما شاء الله يعني قويت ذاكرتك كما تقوى عضلاتك مع كثرة التمرين. وإذا تركت التمرين راحت لياقتك صح، وإذا تركت المراجعة ذهب القرآن. وإنه لكتاب عزيز، قالوا من عزتي أنه من أهمله انصرف عنه. تحفظه وتخليه يخليك عزيز. فالمراجعة مهمة جدا، والمتابعة مهمة جدا، والتعاون مهم جدا، وتحسين القراءة والقراءة على من يعني أجود منك قراءة حتى يسمع لك وأنت تقرأ. المهم أنت البداية. نحن الآن نقول يا أخونا يا أخوان يا أبناء، انوي واخطو خطوة أولى، راح تتفتح لك الأبواب. يعني في بعض البلاد يأتيهم اضطهاد، اللي يمسكوا عنده مصحف يعذب وربما يقتل. نحن في بلاد اللي يقرأ قرآن يعطونا مكافأة. شوف صحيح، في ناس في بعض البلاد أيام الشيوعية أيام كذا اللي يتسمى باسم مسلم
ممكن يقتل يحاكم. فنحن الآن بفضل الله عز وجل الناس ما زالت تحب حافظ كتاب الله وتقدره وتقدمه كيف وقد قدمه الله عز وجل. فلا تقصروا في حق أنفسكم، هذه والله نصيحة أب مشفق عليكم. نعم شيخ، القرآن يشفع لصاحبه؟ نعم. يعني الحافظ ولا اللي يقرأ دائما؟ اللي يقرأ واللي يحفظ واللي تدبر واللي يطبق، ها، واللي يعرب واللي يدعو به، هذا كله معنى القرآن. عرفت شلون؟ يشفع في القبر. نعم يشفع. الشفاعة معناها يعني تضم دعائك لدعاء غيرك تشفع له، هذا يقول اعفو عني، هذا يقول اعفو عنه، صار شفع. أو هذا إيش مشل المعاملة، يقول هذا مشل المعاملة ضميت هذا. فأنت تأتي يوم القيامة ترجو أن الله يغفر لك، القرآن يضم دعوة إليك أن يغفر الله لك، أن يدخلك الجنة، أن يرفع درجتك، هذا معنى الشفاعة. يعني إيش؟ توسط للغير في جلب نفع ودفع ضر. فمن اللي يشفع القرآن، يعني قراءته وأجره تكون شافعة لمن إيش؟ لمن يقرأه ويعتني به. أي نعم، سواء حفظته أو ما حفظته كله فيه خير. اللي يقرأ، اللي يحفظ، اللي تدبر، اللي يعلم، اللي يدعم، كتاب الله عز وجل كله بركة. يعني كثر ما تستطيع أن تأخذ من هذا الكتاب عملا، قراءة، تلاوة، تجويدا، تعليما، تفسيرا، تدبرا، خذ منه كلام الله عز وجل. تعرف إيش كلام الله؟ الله تكلم بهذا القرآن، الله جل وعلا هو الذي قال الحمد لله رب العالمين، الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى. نعم تفضل. حديث من البقرة وآل عمران. نعم. يأتيان يحاجان صاحبه، كأنما غمامتان يحاجان صاحبه. نعم. سؤال، كيف يأتيان؟ أيوة كيف. أي شيء في علم الغيب لا تسأل عن كيف، لا تقول كيف ولا تقول شلون ولا تقول إزاي. شفت؟ هذا علم الغيب. أي شيء في علم الغيب، في عرصات يوم القيامة، في الجنة، في النار، في القبر، في الروح، لا تسأل عن كيف ولا إيش الفرق بينك وبين غيرك. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذا أصبح الغيب شهادة لا فائدة من الإيمان به. يعني واحد قامت القيامة قال إيه والله صح أثر في قيامة، ينفع هذا؟ ما ينفع. لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشمس ستشرق من مغربها، إذا طلعت الشمس لا تنفع توبة خلاص. فأنت أي شيء في علم شمعة العقيدة، العقيدة علوم غيبية تسمعها تؤمن بها تصدقها تعقد عليها بقلبك، لا تسأل كيف. لو حاولت ما راح تستفيد ولن تبلغ إنك ما تعلم الغيب. يعني لو واحد قال كيف، قل له كيف عرفت؟ عرفت؟ قل له كيف عرفت؟ فإذاك يقال الجهمي إذا قال لك الرحمن على العرش استوى، تقول الرحمن على العرش استوى؟ نعم نقول الرحمن على العرش استوى كما قال الله عز وجل. كيف استوى؟ يقول لك. قل له كيف الله؟ يقول ما أعلم. قل أنا بعد ما أعلم، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فما كان من ملائكة، ما كان من عذاب قبر، نعيم قبر، جنة، نار، صراط، نحن أهل السنة والجماعة إذا ثبت عندنا الخبر، كتاب الله ثابت كله بالتواتر أو في السنة حديث صحيح مقبول، نأخذ به ما نقول كيف. عرفت؟ وإذاك هؤلاء الكفار شجرة، شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم، شجرة في النار يعني تحترق، صح ولا؟ هذا الكذب، هذا واضح. رب العالمين الذي خلق النار وخلق الشجرة خلق هذه الشجرة الزقوم في النار ما تحترق، رب العالمين. فجعلها الله هذه الشجرة فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. تصدق ولا تصدق؟ أنت مؤمن تصدق، الكافر يقول لا. يعني معقول ليلة واحدة من مسجد الحرام لمسجد الأقصى لا ذهابا وإيابا بعد؟ معقول؟ المؤمن صدق ولا ما يصدق؟ صدق. هذا أصبح اللي كان أول كذبون فيه أصبح اليوم ممكن جدا. المسافة ما بين يعني المسجد الأقصى في فلسطين إلى المسجد الحرام في مكة
المسافة هذه ممكن واحد يروح بطيارة نفس الليلة ويرجع له ممكن اليوم صارت ممكنة. فالله جل وعلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بالأمس كان واحد في زمن مضى واحد ما يصدق إنك ممكن تكلم واحد في أمريكا ولا أستراليا صوت الصورة تشوفه ويشوفك أشر له ويشر لك، هذا كان مستحيل ولا ممكن؟ مستحيل. والحين عادي تشوف وتكلم أشر لها كيف الحال صح؟ فبما أن هذه الأشياء اللي كانت مستحيلة في مقاييس الناس أصبحت ممكنة، فلماذا لا يكون ما أخبر الله به ورسوله ممكنا؟ ثم ما أخبر الله به ورسوله هو فوق مستوى العقل، تحار به العقول ولا تحيله العقول، تحار به العقول ولا تحيله العقول. تحيل يعني مستحيل، تحار يعني ما تدركه، شيء فوق الطاقة، هذا ممكن جدا. فلذلك دائما نضرب مثل على ماذا؟ على السمع والبصر. أنت لو رأيت طائر الآن مرت فوق راسك ونحن قريبين من منطقة المطار ترى جرمها وتسمع صوتها ولا لا؟ ها؟ إذا ابتعدت انقطع إيش؟ صوتها ما عاد تسمعها، لكن ما زال تراها صح؟ إذا ابتعدت انقطعت رؤيتك لها لأنها سقطت ولا لا؟ سقطت؟ ما سقطت، لكن خرجت عن نطاق سمعك وبصرك صح؟ أخبار العقيدة فوق مستوى العقل، ليس من العقل أن تنفي ما لا يدركه العقل، شيء فوق عقلك. يعني لو واحد قال لا الطيارة طاحت شايفة؟ لا ما شايفة. لا طاحت سقطت، كيف سقطت؟ قال مو شايف، وذو مو شايفة، وانت لك حد معين وانقطع بصرك، ما يعني مش موجودة صح ولا لا؟ لا ربما اليوم تستطيع تكلم واحد وهو داخل طائرة، ها تقول سقطتم؟ لا ما سقطنا، كان موجود، ما أشوفك وإذا ما شفتني يعني ما تشوفني معناه مش موجود. فكذلك العقل له مستوى معين، فيه ها شيء فوق مستوى العقل يحتار به العقل ما يوصل له، فما كان مستحيلا لا تأتي به الشريعة، لكن ما كان فوق مستوى العقل إيه ممكن يكون جدا. بل نحن الآن في حياتنا الدنيا في أشياء بعض الناس المتخصص يعقلها وسائر الناس ما يعقلها. الآن هالبث المباشر كيف يوصلنا احنا كلنا؟ ما نعرف، زين منا نعرف نشغل ونعرف صح ولا؟ لكن شلون يبثون بث مباشر؟ المتخصص عرف شلون يسوي شلون كذا وشلون صنعوا، عرفوا يعمل بث مباشر. لكن نحن غير متخصصين بس اقتنعنا لأننا نشوف هذا شيء مباشر ولا صح مباشر، لكن كيف حصل؟ بالنسبة لنا ما نعرف كيف حصل. انتبهتم؟ لكنه ممكن لأن في ناس عرفوا كيف يشغل يحرق المحروقات وتشتغل السيارة، كيف هو عمل الصوت ينتقل، كيف طور طير الطيارة وطير الصواريخ وعمل أقمار صناعية وعمل، اللي متخصص يعرف، لكن اللي غير متخصص اللي هو عامة الناس ما يعرف. وعامة الناس منهم من يعرف يستعمل هذه الأشياء الإلكترونية، منهم من لا الأكثرية ما يعرف يستعملها، وبعض الناس ما كان يعرف يتعلم، وهي أمور يدركها بعض الناس ولا يدركها بعض الناس. فلماذا نستبعد أن الله خلق الجنة وخلق النار وخلق الصراط وخلق الميزان ويبعث الناس خلقا جديدا؟ هذه ميزة المسلم أصلا. وللكفار إيش قالوا؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. ها من يحيي العظام وهي رميم؟ استبعدوا هذا الشيء، هم في عقولهم أن واحد مات، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هذا أحد عقولهم. فسخروا عقولهم على خبر الله ورسوله وكذبوا القيامة وكذبوا البعث وكذبوا الحساب، عليها 19 بس جهنم 19، قال علي 10 عليكم 9 أنا متكفل بتس. قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه العقيدة، العقيدة أن تتقبل الأخبار وتصدق وتؤمن بها، تؤمن بالله وما يتعلق بالله من أسماء من صفاته من أفعاله من حكمته من ها، وتؤمن ملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، وتؤمن بقضاء الله وقدره، هذا هو الاعتقاد. واضح؟ نعم. عطنا كاسة. مرة
مرجع البحر. اي عطنا عطنا مرجع البحرية التغيير، احنا كنا ما نصوره الا بعد ما جبنا في اي صح، كثير اشياء الواحد ما كان يتصورها ولا اطلع اصبحت عاديه الحين. قلت لهم المكيف قبل ينصدم تحويل الهواء حار الى بارد. صح شلون هذا؟ اي والله شلون تعال ينصدمون. انا واحد مره قال شاري تلفون جديد، اول جديد من زمان، ف واحد من اولادي الحين ما شاء الله عنده عيال صغير، كان يقول هاي التلفون، تقول له ابو سعد، يتصل على ابو سعد. هذا صار عادي الحين، انا اول ما ادري قلت له لا مو معقول، قال والله العظيم، قلت له لا تحلف لا تقول والله العظيم. كان يقول صاحب التلفون صحيح صدق 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 انت؟ قال والله احنا برمج اسمي ابو سعد. قال الحين شوري ابو سعد كان يتصل عندي، انا تعجبت. الحين هذا اصبح لنا صار مضحكه صح ولا؟ واحد يقول، واحد يعني عمره الان بين 50 و60، يقول اول ما تخرج من الثانويه رحت ادرس بامريكا، يقول لي نفسه، يقول جيت من اداره الجامعه كذا، قلت ابي ورقه فلانيه كذا، قلت انا الحين مو معي الورقه. قال خلاص خذوا الفاكس، انا ما ادري في فاكس ذاك اليوم، ويراسلون وزاره التربيه بالكويت، يقول انا طالع ولا هذه شهادتي تطلع، يقول بغيت يغمى علي ولا هذا اسمي هاي درجاتي. الفاكس هذا اصبح شنو الحين؟ اي شيء صح ولا؟ هذا شيء يعني من يصدق الان واحد يشوف الاموات وصورهم وتحركوا ويسولفون ومش عارف ايش، هذا كان مستحيلا حسبالهم. انا اذكر اول ما طلع الرموت شغل السياره من بعيد، واحد انجن حسبالها جني السياره فيها، وهذا قاعد يضحك عليه، طق هنا انطاط وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قاعدين برشي قال بسم الله جني وكذا. هذا صح، الحين طياره يطيرونها ها؟ فلماذا لا نصدق خبر الله ورسوله؟ لماذا؟ نحن اهل سنه، ما جاء من كتاب الله وسنه رسوله نؤمن به، لا نقول كيف ولا شلون ولا ازاي. ادري بس صح، بس شلون؟ بعض الناس تقول ما يسال عنه. اي بس شلون يعني؟ كيف؟ لا تقول كيف، نؤمن وخلاص. قال ادري نؤمن بس يعني شلون؟ شلون؟ قال اقول لك نؤمن وخلاص. بارك الله. طيب نكتب القدر، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى اصحابه اجمعين.